Determine the internal normal force, shear force and moment at point C of the beam. لما هنقطع كده هندرس الجزء اليسار اسهل عشان يبقى مستطيل ومثلث زي كده، لكن محتاجين نحسب ال A Y قبل ما اقطع. فاقول سيجما المومنت عند ال B، طالما عايز ال A Y هنا A Y B Y، شوية اللود دول عبارة عن 200 × 6 × 1200، والمثلث نص في 6 يعني 3 × 200 يعني 600، والمسافة من هنا لهنا تلت الست يعني 2 متر. أنا باخد المومنت عند البي يبقى 600 × 2، والألف ومتين موجب في 3، الـ AY في 6 كاملة. إذن الـ AY هتساوي الستة هنا تبقى 100 × 200، وهنا 200 × 3 × 600، 600 × 200 يبقى 800 نيوتن. طب ناخد بقى المقطع، هقول سيجما، ثلاث معادلات، سيجما الـ Fx يساوي 0، سيجما ال اف واي يساوي 0، وسيجما المومنت يساوي 0، عشان نجيب 3 internal forces. ال ان سي معهوش حاجة، مش حد، يبقى يساوي 0. الشير جهة اليسار لتحت، الموجب لتحت، يطلع بقى هو موجب او سالب مش مشكلة. اذا قطعنا يسار خدنا جزء اليسار، يعني يبقى النورمال طالع من المقطع، الفيل تحت الموجب والمومنت داخل على المقطع، فهقول ماينس في سي، وهنا 300 × 200 × 3 × 600، وهنا نص في 3 × 100، لان الحتة دي ارتفاعها 200 نصها 100، يبقى الحتة دي 100 و3، يبقى 3 × 100 × 300 × 2، يبقى دي 150، سالب 150 وسالب 600 وزائد الـ AY يساوي 0. إذا الـ VC تروح الجهة الأخرى، الـ AY 800 ناقص 750 يديني 50 نيوتن موجب. بالنسبة للمومنت هناخد المومنت عند الـ C يساوي 0، فالـ MC موجب، والـ 150 تتضرب في تلت التلاتة، يعني هنا 1 وهنا 2، احنا عايزين عند السي فواحد، الستمية في نص المسافة، الحتة دي 1.5، كل ده موجب، ناقص الـ AY في التلاتة كاملة، يبقى الـ M عند السي المومنت نسيبه زي ما هو هنا، الـ AY ب 800، فـ 800 × 3 بـ 2400 راحت موجب، سالب 900 سالب 150، 1350 نيوتن دوت متر موجب.